رؤساء الجهات ورؤساء الجمعيات ورؤساء مجالس الجامعات الترابية، السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدولية، السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية، حضرات السيدات والسادة، بداية يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور فعالية الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية. كما يسرني أن أجدد الترحيب بضيوفنا الأجانب الكرام في بلدهم الثاني المملكة المغربية، وأشكرهم على تحملهم عناء السفر للمشاركة في أشغال هذه التظاهرة، متمنيا لهم مقاما طيبا بين ظهراننا. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ القائمين على تنظيم هذه الدورة على اختياره الموفق لموضوعها المتمثل في شعار جودة التعلمات مفتاح التنمية البشرية. حضرات السيدات والسادة، إن الراهنية الملحة والمرجعية العلمية لاختيار هذا الموضوع تجد سندها من جهة في توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة في برنامجها الرابع الهادف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال التصدي المباشر وبطريقة استباقية لكافة المعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية. ومن جهة أخرى، في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا، ولا سيما فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين بهدف الاستجابة لمتطلبات الاهتمام بالجوانب اللامادية للتنمية البشرية وضرورة تطوير الرأسمال البشري، والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده يدعو إلى الحرص القويم على تفعيلها باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية والأولويات الأساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لبلادنا. إن إشكالية جودة التعلمات أصبحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى، والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية توالي بعض الأزمات ولا سيما الصحية منها. ولعل المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة والمستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية لبلادنا الذي لم يتجاوز نسبة 50%. وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى ضعف اكتساب متعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك حسب النتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف مراتب متأخرة مقارنة بنظرائهم من الدول المشاركة، وهو ما يستدعي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تربوي وطني قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية من أجل توفير تعليم جيد منصف ومستدام لفائدة كافة التلاميذ المغاربة ولا سيما بالعالم القروي والمناطق النائية. حضرات السيدات والسادة، إن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تسائلنا جميعا وتقتضي بإلائها الاهتمام والعناية اللازمين، وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطاع الخاص، وذلك بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتهيئهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية والإسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصرح التنموي لبلادنا. وفي هذا الصدد،
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وحيته الوالدة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2018، حيث قال حفظه الله: فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: أولا، إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهضم المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. ثانيا، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل. انتهى منطوق الخطاب الملكي الثاني. فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم منظومتنا التعليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأول خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل للقارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.